بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس نذكر بين يديه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. هذا الحديث الشريف يدلنا على أهمية العلم وعلى عظم شأن العلماء، وأن فقدهم وذهابهم إنما هو قبض للعلم، وأن الله عز وجل لا يقبض العلم من قلوب الرجال بحيث يكون الإنسان عنده علم ثم يصبح وليس عنده علم، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا هو شأن العلماء، وهذه منزلة العلماء، وصفهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم وراث الأنبياء، ونعم الميراث ذلك الميراث، ألا وهو العلم النافع، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم الحقيقي الذي هو علم الكتاب والسنة. وإن قبض العلماء كما هو معلوم وكما قد جاء في كلام بعض أهل العلم إنه ثمة في الدين، وأنه نقص يعني للمسلمين إذا ذهب العلماء الذين يرجعون إليهم ويستفيدون من علمهم ويدلونهم ويبصرونهم، فإن ذلك نقص كبير على الناس. وإن مما حصل في الليلة الماضية أنه قد توفي العالم الكبير والمحدث الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له، وهو في الحقيقة عالم كبير ومحدث مشهور، وله جهود عظيمة في خدمة السنة وفي العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذكرتها وبيان درجتها من الصحة والضعف. ومن ذلك نفس الكتاب الذي ندرسه وهو سنن أبي داود، فإن له فيه وفي غيره جهود، حيث اعتنى بذكر ما صح وما ضعف وما كان صحيحا وما كان ضعيفا، فجهوده عظيمة وخدمته للسنة مشهورة، ولا يستغني طلبة العلم عن الرجوع إلى كتبه وإلى مؤلفاته، فإن فيها الخير الكثير وفيها العلم الغزير. وإن ذهاب مثل هذا العالم هو في الحقيقة نقص على المسلمين ومصيبة، ونسأل الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى له ما أخذ وله ما أعطى أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يوفق المسلمين لما فيه خيرهم وسعادتهم، وأن يوفق طلبة العلم للعناية بتحصيله وطلبه ومعرفته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ومؤلفاته كما هو معلوم مشهورة وعظيمة، ولا تخلو المكتبات غالبا من كتبه ومن وجود شيء منها، لأنها بلغت العشرات، ومنها الكبير ومنها الصغير ومنها المتوسط. والحاصل أن فقد مثل هذا العالم رحمه الله يعتبر فيه نقص كبير على المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يوفق طلبة العلم لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وهو رحمة الله عليه وإن كان له بعض الآراء التي نعتبره قد أخطأ فيها، ولكنها مغمورة في بحور صوابه وفي ما حصل على يديه من الخير والنفع للمسلمين في خدمة سنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأمور التي حصل منه التي نعتبرها أخطاء هو مجتهد فيها وهو مأجور على اجتهاده، ولكن
ذلك لا يجعل الإنسان يتساهل أو يتهاون يعني في علمه الكثير وفي علمه الغزير وفي نفعه العظيم ونفعه العميم، فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصر والذين لهم جهود في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النصف الأول من هذا العام الذي هو عام 20 بعد 400 والألف فقد المسلمون فيه قبله في أول هذا العام عالما كبيرا، عالما من العلماء الربانيين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فإن هذا النصف الأول من هذا العام الهجري قد مات في أول هذا النصف وفي الشهر الأول منه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وتوفي في آخر النصف الأول من هذا العام هذا العالم الكبير وهذا المحدث المشهور الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل. وقد توفي بينهما الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله الذي كان يدرس على هذا الكرسي، فهؤلاء العلماء قد فقدناهم في نصف هذا العام وفي النصف الأول من هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنهم وأن يرفع درجاتهم، فإن هذين العالمين فيما نحسب من العلماء الكبار الجهابذة المحققون الذين عندهم العناية الفائقة وعندهم الهمة العالية، وقد حصل على يديهم الخير الكثير وحصل بسببهم النفع العظيم للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله عز وجل أحسن الجزاء وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.